الحمد لله دابا راه القديره ترقعت ماشي كيف كانت ايام ديال كورونا وسميتو، كانت فيها الوقت فيها ما شاء الله، ولكن الصيف الحمد لله داز مزيان شويه الصيف، فيه السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه وخدمنا الحمد لله وبخير وعلى خير. القديره بدات ترجع شويه الحمد لله دابا ماشي بحال كيف كانت، ونتمنى الله تعالى تيسير لهاد البلاد وملكنا الله ينصره الله يشافيه، نتمنى له الشفاء العاجل والله يشافيه. وحنا دابا الحمد لله القديره غادي ترجع شويه ماشي كيف كانت، كانت واحد الوقت راه ما شاء الله اللي قال هذاك، حنا كانت ساحه خاويه كان فيها الظلام والطيور في الحمام، ودابا الحمد لله ترجع هذه القضيه ولات شويه مزيان، ودخلوا عندنا الزادوك لوتروجي ديالنا اللي على شي على برا، فهاد شهر 8 وشهر 7 راه دوزوا معنا هنا كلنا بالنشاط وبالضحك وباللعب، والسياحه حتى هي الخارجيه حتى هي راه كاينه، دابا انا كاين السياحه دابا نيت شويه القضيه راه ترقات الحمد لله. الحقيقه مراكش عمر بزاف في الصيف، وكانوا المغاربه اكثر من السياح ديال برا، لأن السياح تقريبا كاينين واحد 5% هي اللي كاينه، والسياحه الداخليه كانت تقريبا واحد 90% ديال المغاربه. مراكش بدون سياحه راه لا يسوى شيء، ونتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام السياحه الداخليه الخارجيه ان شاء الله تجي للمغرب، تجي للمغرب كثره في 2023 ان شاء الله، والسياحه الداخليه ان شاء الله كاينه الحمد لله. السياحه الداخليه كتجي السبت والحد، عندنا السبت والحد الويكاند كيجوا الناس من كازا من الشمال يعني من انحاء المغرب، والحمد لله ونتمنوا ان شاء الله الخير لهنا لقدام ان شاء الله. كما تلاحظ وتشوف بانه كاينه واحد الانتعاشه تاع السياحه بالنسبه لهذ الفتره هذه، خصوصا السياح الاجانب. وبهذه المناسبه نشكروا كذلك الجاليه المغربيه بالخارج لانهم نعشوا الاقتصاد، خصوصا فصل الصيف في شهر 7 و8، بحيث انهم توافدوا بكثره على تقريبا المغرب كامل، والساحه اتسعت جمعي فينا واخا الحراره اللي دازت في مراكش، ولكن كانوا السياح تبارك الله هذا العام على اختلاف السنوات، واخا السنوات كاع قبل من كورونا ما شفناش هذه الانتعاشه تاع السياحه كي شفنا هذا العام. وتنشكر الجاليه المغربيه اللي هي توافدات على المغرب، وبالنسبه للفتره راه هنا كاينين السياح الاجانب حتى هما تبارك الله بكثره، هذه الفتره تاع السياح تاع الاجانب. على بلاص جامع الفنا سي ان دي ميور كون روسوا اي كو لي جون سون ساتيسفي ا بري ريزونابل كون مونج شي لوي، même si on est au bord de la mer, mais on est à Marrakech et on a le grand poissonnier à la plage Jemaa el Fna. Bonjour, je m'appelle Agathe, je viens de Paris, la région parisienne. Ça fait plusieurs fois que je viens sur Marrakech et je suis très contente d'être ici ce week-end. Marrakech est toujours aussi joli, enchanteur. On est ravis d'avoir un super guide aujourd'hui et on adore les monuments, l'ambiance. On trouve que la ville s'améliore énormément, énormément de rénovations qui sont très intéressantes pour nous les touristes. Et voilà, et on est incité à revenir toujours dans ce beau pays, plein de culture et de gentillesse. On applaudit. Voilà.